مكان مدير الكهرباء باللاذقية شو بتساوي؟ كنت بقطع الكهرباء عن كل شيء أساء لهالبلد، كل شيء خرب بهالبلد بقطع الكهرباء عنه. باللاذقية إيه باللاذقية، لكل شيء أساء لهالبلد وخرب بهالبلد بقطع الكهرباء عنه. ونحن بنشكر كل واحد بيتعاون مع الدولة، وكل واحد بينضبط هلا بيقنن بالكهرباء، ما بيعمل ما بيسرقوا كهرباء وبيساعد الدولة. أول شيء بسويه أختي بيحكي مع وزير الكهرباء الأستاذ الدكتور عماد خميس، بسأله شو سبب انقطاع الكهرباء، هل هو نقص مواد أم هو تقنين أم هو شيء تاني ما بنعرفه؟ والله ما في نعمل شيء، بقى كبرنا خلصنا، ما صرنا على الهامش نحن. هذا إذا طلع بيدي بصلح، بعد فرشات بصلح، بجيب الكهرباء لهالناس، لأن الناس كمان يعني متضايقة من الشغلات هاي، لا شغلة ولا عملة بدون كهرباء، والكهرباء ضرورية بحياتنا. أكيد تخفيف التقنين يعني، لأنه الوضع ما مقبول يعني، انقطاع الكهرباء 4-5 ساعات ومرتين ثلاثة باليوم، شايف يوقف شغلنا يعني، يقطعوه بوقت حركة الشغل. طبعا اكيد براعي مصالح العالم يعني، الشغل اخي يقطعها بالنهار يرخي لنا اياها بالليل. بهالظروف ما حدا فينا يساوي اكثر ما عم يساوي هالزلمه، مع انه ما بعرفه انا. مدال مدير الكهرباء باللاذقية فورا بستقيل. ما عم تيجي الكهرباء. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني المفروض نحن كلياتنا نقدر الوضع اللي عم يمر فيه البلد، يعني بعرف اني اكيد الكهرباء عم تنقطع بمناطق اكثر من مناطق ثانيه. باول شيء كل بناء مخالفه بعطيه كهرباء، ولا بعطيه مي ولا بشاركه بالمجرور. هي او اهم شغله في كل موضوع، لما انت بتساعد الواحد حتى هي عم بساعد انا اللي بخالف على المخالفه، لا بعطيه كهرباء ولا بعطيه مجرور ولا بعطيه مياه، وقتها هم احرى، اللي بده يخالف يخالف، بده يظبط اموره.